وهي أن المودة علامتها حضور المحبوب في حياة المحب، غيبة المحبوب علامة ضعف الحب. إذا واحد يحب شيئا، واحد يحب منصب من المناصب، تشوفون قبل النوم يفكر في ذلك المنصب، عندما يقوم يفكر في ذلك المنصب، على الغداء يفكر في ذلك، حتى في المنام يحلم بذلك، هذا لأنه يحبه. الإنسان الذي يحب المال يركض من الصباح إلى المساء لأجل المال. إذا كانت هنالك غيبة للمحبوب عن حياة المحب، هذا دليل على أن الحب ضعيف. لذلك في الواقع نحن يجب أن نحاول أن نجعل لأهل البيت حضور أكبر في حياتنا، في ذهننا، في كلماتنا، في بيتنا. الإنسان عندما يذهب إلى البيت، كان واحد من أصدقائنا كان هنا في الكويت، كل ليلة قبل ما ينام يجمع أطفاله، وهذا قديما كان متعارف عندنا، الجدات الأمهات كانوا يعملون هذا العمل، كانوا يجمعون أطفالهم كل ليلة يذكرون لهم فضيلة من فضائل أهل البيت. الأطفال ينامون وفي ذهنهم هذه الفضيلة. اليوم واحد عندما يروح إلى الغداء ويقعد مع أطفاله، أكو هنالك بعض الآباء عندهم حالة انقطاع عن أطفالهم، ما يتكلمون وياهم، هذا واحد يجب أن يكسر هذا الحاجز، يتكلم معه. فضيلة من فضائل سيد الشهداء، فضيلة من فضائل أهل البيت، مطلب يتعلق به. إذا حقيقة أكو حب، هذا الحب يجب أن يظهر في فكر الإنسان، في قول الإنسان، في عمل الإنسان.